فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أمين يا رب العالمين أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل وهو قول الحق أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقفين عند حدوده متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء اللهم أمين يا رب العالمين ومعي ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش أهلا ومرحبا شيخي الكريم أهلا ومرحبا حياكم الله يا أستاذ أحمد متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم الله يكرمكم اللهم أمين المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى وكان معي بعض الأسئلة من حلقة أمس مع فضيلتكم شيخي الكريم أخونا مع خلاف مع أهل الزوجة ويعني هي تنقل لهم كل الكلام تقريبا وكل حاجة كما وصف على حد تعبيره فقال لها أنا مش عايزهم يدخلوا بيتي تاني بس هو يخاف أن يبقى في مقابل لرد الفعل أن لما يأتي أبوه وتأتي أمه تعاملهم الزوجة تعاملهم معاملة سيئة فهل ما فعله كان صحيحا شيخي الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد لا شك أن الزوجة مخطئة في أنها عرفت من حال الزوج أنه لا يريد ولا يعني يحب أن تنقل أخباره أولا بأول إلى أهلها لأن هذا ربما يؤثر على العلاقة سلبا فيما بينهم وواضح أنه يعني تكلم في هذا الشأن كثيرا وهي للأسف الشديد لا تطيعه وبالتالي انعكس هذا على العلاقة بينه وبين أهلها وأصبح يتصور تصورا غالب ظنه إنه سبب المشاكل فيما بينها وبينه هو تحريض أهلها أو كلام أهلها له وبالتالي هل له للزوج يعني إذا تيقن من هذا الأمر إنه تدخلات أهلها يعني تكون هي السبب في انقلاب الزوجة أحيانا عليه أو في الخصومات والشجار فيما بينهما هل له أن يمنع أهلها؟ نعم له أن يمنع أهلها لأنه بيته هو حر فيه كما يقولون لكن ليس له أن يمنع الزوجة عن أهله إنما هو أيضا باله في أمر آخر إنه هذا سينعكس سلبا على العلاقة بين زوجته من ناحية وبين أهله هو من ناحية أخرى وبالتالي نقول للأخ الكريم بارك الله فيك توسط ما بين الأمرين بمعنى لا تمنع أهلها إنما حاول جاهدا أن تتحدث إليهم أن يكفوا عن نصائحهم للزوجة وحاول مع الزوجة ألا تنقل أخباركم أولا بأول إلى أهلها حتى لا تسوء العلاقة ولا ينعكس هذا سلبا عليك وعليهم وبالتالي سيكون هذا يعني نوع من الأمان أنه إذا أتى أهلك إلى البيت فإن الزوجة إن شاء الله تكون معتدلة في علاقتها معهم وإن كان هذا حق متبادل ما بين الزوجين إذا أكرمت أهلها واحتملت أذاهم هي أيضا ستكرم أهلك وتحتمل أذاهم أما إذا تربصت بأهلها وظننت بهم سوءا ومنعتهم فهذا بالطبع سينعكس عليها أن تتربص بأهلك وأن تظن بهم سوءا وربما أيضا لو ملكت من أمرها شيئا أن تمنعهم من بيتك لفعلت لولا أن البيت بيتك والأمر أمرك فحاول جاهدا أن تتوسط وتعتدل في العلاقة ما بينك وبينهم لعل الله عز وجل أن يفتح قلب الزوجة وأن يفتح قلبهم أيضا لعلاقة يعني أكثر اتزانا فيما بينكم هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام على الهامش البيت بيت الزوج أم بيت الزوج والزوجة البيت بيت الزوج أساسا أسكنوهم من حيث سكنتم فهي وافدة على البيت نعم لها في البيت نصيب طبعا لأنها يعني زوجة ولأنها شريكة حياة ولأنها ربما تكون أم الأولاد أيضا
لكن مش العبرة في الملكية، العبرة في السيادة والأمر والأمر والنهي. السلطة في البيت رقم واحد في الأمر والنهي للزوج طبعا، لأنه صاحب القوامة، وبالتالي هو من حقه عليها ألا تدخل بيته أحدا يكرهه. وورد في حديث النبي بالنص عليه الصلاة والسلام ألا تدخل أحدا إلى بيته دون إذنه أو ممن يكرههم. فالبيت ملكية مشتركة أيوة، لكن الأمر والنهي رقم واحد هو يعني القوامة للزوج. عادة الرجال قوامون على النساء، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام أستاذ أحمد. أهلا ومرحبا أخي كريم، تفضل. دلوقتي أنا كنت نادر يعني بمؤاخذة يعني عجلي لله، نعم نادر يعني ينفع إن آكل منه وآخذ كيلو مثلا زي الناس اللي هطلعها مثلا دي كيلو دي كيلو؟ كانت يعني آخذ النية كانت إيه يا يا أخانا أستاذ سيد معانا؟ والله النية إن أنا برضه هطلعه كله لله وآخذ كيلو زي الناس الغريبة سوا لوجه الله، لأن أكرمنا الله. يعني كانت في نيتك أن تأكل منه حتى لو شيئا قليلا؟ نعم. طيب حاضر، فأمان الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، تفضلي. أهلا وسهلا بحضرتك، بقول لحضرتك أنا زوجي كشف وراح للشيخ وكده، فالشيخ قال له أنت محسوس أصابتك عين، فالإصابة العين دي مؤكدة له أن هو هيقبض على عمل غير صالح ويعني مخليها حزين. هل إحنا أهله علينا واجب نحن؟ وخاصة ان انا كل ما اتذكر حضرتك ان العين حق وانها تدخل الراجل القبر وتدخل الجمل الكدر احزن عليه وطول النهار اخدها وقائي. يعني هو يعني الشيخ قال له انت محسود وانت حزينة وحاسة بالمسؤولية اتجاهه يعني؟ اه، هل علي انا واجب نحن كده ان انا اقوم مثلا اي حاجة نحو لو افترضنا ان هو محسود؟ انت ايه علاقتك بالحسد يعني؟ انت اللي حاسداه؟ لا ما احنا عرفت للاسف مين هو قصد عينه، بس انا عرفت مين السبب. طيب من اي اتجاه للاسف. حاضر. طب في سؤال تاني حضرتك، اتفضلي. بالنسبه لان انا حبيت اقرا له في مي على ميه مثلا قران، هل تكفيني بس البقره وال عمران او في سور ثانيه وكيفيه القراءه؟ حاضر. جزاكم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا ومرحبا، تفضلي. لو سمحت يا شيخ انا عايزه بس اسال سؤال واحد. اتفضل. الزوجه الثانيه لجوزي. ممكن حضرتك تغيري المكان اللي حضرتك واقفه فيه عشان الشبكه عندك مش جيده كده؟ كويس. اه اتفضل. انا الزوجه الثانيه لجوزي. فجوزي مراته الثانيه اللي هي الاولانيه يعني زعلانه معاه وعايزه تتطلق، وعرف عليه يعني قواضي وكده. فبتقول له عشان اتنازل عن القواضي تكتب لي ورثك في بيت ابوك لثلاث بنات وانا حامل، فهو ده كده حرام يعني ولا حلال ولا ايه؟ حاضر. ودلوقتي يعني المشكله ان هو بيقول انا مش هكتب له اي حاجه للعيال لان في ربنا يرزقنا ده يعني باللي جاي ده وغيره. فانا ما اقدرش اظلم عيال وافضل عيال عن عيال يعني. فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا نذر أن يذبح عجلا لله عز وجل، بس كان في النية أنه ممكن يأكل منه يعني زي ما هيدي الناس كيلو اتنين كيلو يأكل زيهم يعني، فهل يصح أن يفعل هذا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. على العموم مدام هو عند نية النذر قصد أيضا أن يأخذ منها نصيبا كما يعطي غيرها من الفقراء، فخلاص أنت وشرطك وأنت وقصدك ونيتك مع الله عز وجل. وإن كان أهل العلم يقولون الأصل أن يكون النذر خالصا لله عز وجل، ده عند النية يعني، إنه كان الواجب أو الأفضل أن تكون النية خالصة لله تبارك وتعالى فيخرج النذر بالكامل لله عز وجل. لكن ما دام اشترط أو قصد في نيته أن يأكل منه كما يأكل منه الفقراء فخلاص لا بأس إن شاء الله عز وجل، لكن لا يتوسع في الأكل يعني، كما يعطي الفقراء يعطي بيته، هذا لا بأس به إن شاء الله عز وجل، ويسأل الله عز وجل القبول، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. الأخت تقول زوجي محسود، هم راحوا لشيخ وقال لهم أنه محسود وتشعر هي بالمسؤولية اتجاه الزوج،
فالموضوع كله ما صحته شيخ الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والله يا أخي الحبيب أنا أقول لابنتنا السائلة: من أدراك ومن أدرى الزوج، بل ومن أدرى الشيخ نفسه اللي هو قرأ ده إنه صاحبنا محسود، من الذي أدراه؟ هل أخونا المعالج يعلم الغيب؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. هو جاه يعني مثلا وحي إن صاحبنا ده عليه حسد أو عليه مسة أو عليه سحر؟ يا جماعة هذا لا يجوز ولا يصح أصلا. نحن يا إخوة إذا أردنا أن نرقي نرقي فقط لا غير، لكن لا نشخص. ليه؟ لأنه ما عنديش قرينة ولا دليل على أن ده سحر ولا على أن ده مس ولا على أن ده حسد. والكلام اللي بيتداول عند بعض الإخوة المعالجين أو في بعض الكتب والمؤلفات كلام يعني عبارة عن تجارب شخصية، يعني هو يقول أصله الصداع ده يبقى مش عارف حسد، أصله زغللة العين والدوخة ده ممكن يبقى مس، أصله كل الكلام ده اجتهادات خاضعة لتجارب بعضهم، وهذه التجارب قد تكون صادقة وقد تكون كاذبة. إنما اللي له الحق الوحيد إنه يقول ده سحر ولا ده مس لو كان النبي عليه الصلاة والسلام وجد لما دخل البيت وجد الصبي أو الطفل الصغير يبكي في بيت عائشة رضي الله عنها، قال لها: يا عائشة هل استرقيتم له من العين؟ يعني هل رقيتم هذا الطفل من العين؟ ذلك لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم ما لا نعلم، والله يطلعه على ما لا نطلع نحن عليه. فسيبك بقى من تأنيب الضمير وإنك مسؤولة وإنك من الكلام ده، ده أنا نفسي تشيلوا القصة برمتها من دماغكم أصلا. والأخ مدام ولله الحمد قائم على إقامة صلاته، ولله الحمد لا يأتي شيئا من المحرمات والكبائر المعروفة، ولله الحمد عنده الأذكار، أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار ما قبل النوم إلى آخره، وهو رجل مستقيم لا يأكل الحرام، هيتحسد منين ولا مين اللي هيحسده؟ هو عنده الحصانة الشرعية بصلاته، وعنده الحصانة الشرعية بقرآنه، وعنده الحصانة الشرعية بأذكاره. وإذا كان الأمر كذلك لا هو في حاجة أن يذهب إلى معالج، بل ولا في حاجة أن يرقي نفسه أصلا. لكن إن كان ولابد البنت نفسها بنتنا نفسها الزوجة ترقي زوجها، والزوج يرقي زوجته، والواحد منا يرقي نفسه. وبعدين ده أنا سمعت البنتنا بتقول إنه عايزة تقرأ له سورة البقرة وآل عمران، ولسه بتدور على صور كمان. مين اللي قال الكلام ده يا بنتي؟ علماء. أيوة لا سيبك من العلماء، دي سورة البقرة وآل عمران. ليه كل ده؟ النبي عليه الصلاة والسلام يا بنتي عشان تكون الصورة واضحة قدامك أقر أن تكون الرقية بفاتحة الكتاب. حديث أبي سعيد الخدري في قصة الرجل الملدوخ سيد القوم رقاه فقط بالفاتحة مش بسورة البقرة وآل عمران. وهو النبي عليه الصلاة والسلام كان يرقي الحسن والحسين بما تيسر من القرآن، فلما نزلت المعوذتان اللي هي الفلق والناس لم يعوذ، يعني لم يرقي، لم يعوذ الحسن والحسين بعدهما بغيرهما. كفاية أول فاتحة، كفاية جدا 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 المعوذتين الفلق والناس إنه هو يقرأهم على نفسه وفي كفي وينفخ في كفي ويمسح بهما ما استطاع من بدنه، أو حضرتك تقرأيها عند رأسه يعني قريبا من رأسه، فإذا انتهيت من قراءة السورتين تنفخي نفخة خفيفة في وجهه وداخل بدنه داخل ملابسه، وبالتالي تكون انت راقيتيه بأعظم رقية في الدنيا كلها اللي كان بيرقي بها النبي عليه الصلاة والسلام. لكن سيبك يا بنتي من حكاية المعالجين، وسيبك من حكاية البرامج اللي أعطوها ليك، وسيبك من حكاية المية وغيره، اكتفي فقط بالذي ذكرته لك، لأن اللي أنا ذكرته لك يا بنتي هو ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش عايزين ندخل نفسنا في الدوامات. وأنا دائما ما أناشد إخواننا وأخواتنا أقول لا تذهبوا إلى معالجين، والله ما احنا في حاجة إلى معالجين. وما نعمل إيه؟ نرقي نفسنا، أو الزوجة ترقيني، أو أنا أرقي الزوجة أو الولد ولا البنت، وينتهي الموضوع عند هذا الحد، إما بفاتحة الكتاب وإما بالمعوذتين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا يا أختنا، تفضل. مرحبا بيك. بقول لحضرتك مشكلة صغيرة بس عايزة أستفسر فيها. أنا زوجي لسه فاتح محل. نعم. فبعد كام يوم من المحل حصلت ان في واحد كسر عربيه.
فابني شاف الموقف ده، فالناس شافوا اللي كسر العربيه، فنادوا ابني قالوا له مش ده فلان اللي كسر العربيه؟ ابني قال ايوه هو اللي كسر. ابنك اللي كسر العربيه؟ لا هو شاهد يعني. جاي يتعارك معانا، يقول لنا مالكوش دعوه باي حاجه تحصل في الشارع، ولو اي حاجه حصلت في الشارع دخلتوا فيها مش هيحصل لكم كويس. بتتهددوا يعني؟ مالكوش دعوه باي حاجه. وبعدين بقينا لقينا شتيمه والفاظ قذره وزباله وحاجات كده، فبيأذينا بطريقه مش كويسه. لو انت ابني ما عملش حاجه واعترف يعني شهاده حق شهاده الزور يعني. فانا بسال دلوقتي الواحد لما يشوف اي حاجه غلط يسكت عليها عشان بيتأذى ولا يتكلم؟ وبعدين احنا يعني ايه، انا معايا اطفال صغيرين كلهم وزوجي انسان لوحده وبيأذينا اذى وحش جدا الراجل دوت. يا رب يهديه. وسألنا عليه يقول لنا الراجل ده مجرم، طب احنا نعمل ايه يعني؟ نتظلم ونسكت؟ ده اول سؤال. حضرتك انا بسألك الدعاء لنا ان ربنا يكفينا شر وشر كل اللي شبه. جزاك الله كل خير. في امان الله واياك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. نعم شيخ كريم، متعكم الله بالصحة والعافية. من أسئلة الصفحة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم إنفاق مال القُصّر على تعليمهم؟ نعم شيخ كريم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، عليه الصلاة والسلام. هذا من واجب الولي، من واجب ولي اليتيم أن يقوم على نفقاته الضرورية، فينفق من ماله على طعامه وعلى شرابه وعلى كسائه وعلى سكناه وعلى علاجه وعلى تعليمه. هذه هي الضرورات التي ينفق فيها الولي من مال الولي على هذه الأمور الضرورية. وبالتالي مدام ينفق بعض هذا المال على التعليم، لكن يراعي طبعا الأولويات طبعا لطعامه وشرابه وصحته وعلاجه، و يعني يحاول أن يكون هناك نسبة وتناسب في النفقات، فلا ينفق مثلا جل المال في التعليم وبعدين طب هيأكل ويشرب منين أو هيلبس منين أو هيجيب دواء وعلاج إذا احتاج منين. فالولي ينظم هذه النفقات ويجعلها كما يقولون نسبة وتناسبا، لكن بالطبع التعليم كالصحة كالسكنة كالطعام كالشراب كالملابس، هذا والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم هيثم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، تفضل. بقول لحضرتك أنا عندي سؤالين. نعم. السؤال الأولاني إن أنا كنت نذر إن بنتي لو جوزت هجيب جدي مثلا كده وأذبحه وأطلعه لله، فأنا معيش ماليش ذمة مالية خاصة بيا، فجيت ما جبتش جدي ده ولا ذبحته وجت بنتي اتطلقت، هل ده ليه علاقة بالناس؟ انت ما وفيتيش بالنذر؟ لا ايه، وفيتي بالنذر؟ لا ما وفيتش بيه. ما وفيتش بالنذر؟ ما بقولك لا. تمام. لا ما وفيتش بالنذر. حاضر، شيخنا يجيب. والسؤال الثاني ان انا زوجي طلع على المعاش وخد مكافأة وحطها في البنك من غير فوائد طبعا، بس في يعني ناس استلفوا منه مبالغ وهو دلوقتي المبلغ قرب يكمل سنة، هل ان هو يطلع زكاة مال على المبلغ اللي هو معاه ولا اللي هو برضو سلفه للناس؟ يعني يسقط الديون اللي لا 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 لا، الفلوس اللي عند الناس دي يطلع عليها زكاة ولا لا؟ طيب المعاه بس، لكن يخصم الفلوس اللي له. طيب حاضر، شيخنا يجيبك بإذن الله. نعم شيخ كريم، انتهينا من سؤال القراءة. يعني يطلع على المبلغ اللي هو باقي معاه هو ولا يطلع كمان على اللي هو سلفه للناس؟ واضح السؤال، حاضر في امان الله. نعم معنا اتصال تاني. السلام عليكم. ام هبة. ايوه السلام عليكم. ام هبة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لحضرتك بس باختصار شديد، احنا انا وجارتي هنا كنا رحنا السعودية حجينا، بس كان الشيخ اللي مطلعنا الراجل اللي مطلعنا على اساس ان احنا زياره. واخد بال حضرتك؟ فروحنا هو كان مطلعنا على برنامج على مبلغ معين، احنا قلنا له لو احنا مش عايزين اكتر من كده علشان احنا ما معناش فلوس. قال لا ما فيش زياده. جه قبل السفر باسبوع زود 5000 جنيه. جمعنا الفلوس اللي معانا دفعناها اللي احنا كنا هنصرفها هناك اديناهم له. جه قبل السفر بيومين اتنين طلب 9000 جنيه من كل واحده فينا. فهل هذا يجوز؟ كان كاتب لنا في الورقه ان احنا لينا خيم في عرفات ومنى
وتنقلات وحاجات كتير كده، رحنا ما لقيناش حاجه من دي. ولا خيم في عرفات، قعدنا على الرصيف، جينا في مزدلفه ما رضيش يودينا، قلنا له عايزين ننزل نتوضى ما رضيش، نزلنا على الرصيف وخدنا شنطنا، قلنا له طب نتوضى ونصلي ركعتين ما رضيش، حمل الاوتوبيس اللي احنا كنا جايين فيه ناس ثانيه غيرنا، قال اللي هيركب هيركب مش هيركب خلاص، طب نتوضى ونصلي ما رضيش، خلينا نصلي في مزدلفه. يعني خالف كل اللي اتفق عليه. حاضر شيخنا يجيبك. حاضر الله يبارك لك. وطلب مننا قبل السفر باسبوع 5000 جنيه وقبل السفر بيومين اثنين 9000 جنيه. حاضر. احنا مش مستطيعين وقعدنا نعيط ونعمل ونقول احنا مش مستطيعين لكده. خلاص حضرتك؟ خلاص حاضر، ربنا يتقبل، في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اختنا زوجه ثانيه والاولى تريد الطلاق، لكنها اشترطت على الزوج لو هي هتتنازل عن القضايا اللي رفعها على زوجها أن يكتب أو يتنازل عن حقه في بيت أبيه في ميراثه يعني لبناته الثلاثة، فما حكم هذا شيخ الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أشك طبعا أن هذه الزوجة الأولى أخطأت أكثر من مرة. الخطأ الأول أن هي قامت قيامتها ليه؟ لأن الزوج تزوج بأخرى، مع أن هذا الأمر ليس بدعة في دين الله عز وجل، إنما هو شيء مباح إذا كان الزوج يستطيع أن يفتح بيتين وكان مستطيعا لباءة الزواج، فإن الله عز وجل يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع، ويخشى عليها وعلى دينها أن تكون ساخطة على هذا الأمر المباح، أو أن تكون غاضبة على زوجها ساخطة عليه بسبب أنه فعل شيئا مباحا. وبعض هؤلاء الزوجات لو أن الزوج فعل الشيء الحرام بعينه ربما تغاضت عنه، إنما يتزوج عليها دي كارثة الكوارث. فهذا هو الخطأ الأول الذي وقعت فيه الزوجة، وبالتالي هذا الخطأ دفعها إلى أنها تصر على طلب الطلاق، بل وربما رفعت قضايا بالفعل بخصوص الطلاق أو بخصوص الخلع، ربما يعني يكون هذا الأمر وقع منها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أيما امرأة طلبت من زوجها الطلاق في غير ما بأس، يعني من غير مبرر قوي ومن غير ضرورة قوية، لم ترح رائحة الجنة، يعني هي مرتكبة لمعصية كبيرة قد تؤثر عليها في ابتدائية دخول الجنة من عدمه. هذا خبر النبي عليه الصلاة والسلام. الخطأ الثالث اللي ارتكبته نفس الزوجة الأولى هدانا وهداها الله عز وجل، إن هي تشترط هذا الشرط المجحف الظالم، إنه إذا أردت إن أنا أرجع كأنه يعني أتنازل يعني عن القضايا وأرجع للزوجية وللبيت، انت حضرتك تكتب الميراث للبنات الثلاثة. طيب والزوجة التانية ديت ملهاش حق في هذا الميراث؟ سيبنا من الاولاد اللي هيجوا لسه، خلينا في اللي موجود. الزوجة ديت مش ليها حق في الميراث، وبالتالي ليس على الزوج ان يطيع زوجته في هذا الامر تحت اي ضغط. ليه؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، قال إنما الطاعة في المعروف. فلو هي تريد المعروف خلاص ارجع يا بنت الناس وليك بيتك وليك أولادك وليك بناتك وليك نفقتك، والزوج يعدل ويقسم بينك وبين الزوجة الثانية. أما أنك تربطي الرجوع بأنه يتنازل أو يترك أو يكتب للبنات دون الزوجة الموجودة الآن في ذمتي أو دون الأولاد المتوقع إن شاء الله مجيئهم فيما بعد، فإن هذا أمر حرام عليها أن تطلبه، وليس للزوج أن يطيعها في هذا الأمر. وأنا سمعت الأخت السائلة تقول هو رافض هذا الأمر ويقول أنا لا أغضب الله عز وجل أبدا، فإذا كان هذا حاله فنعم هذا الحال ولله الحمد والمنة. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليهم وأن يهديها وأن يردها إلى بيتها وزوجها سالمة غانمة مأجورة غير مأزورة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. من أسئلة صفحة القناة على الفيس شيخ الكريم، ما حكم مانع زكاة المال؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا شك أنه مانع الزكاة المفروضة مرتكب لكبيرة من أكبر الكبائر، وهذا باتفاق أهل العلم. هذا إن كان الامتناع مجرد امتناع فقط عن أداء الزكاة، أما لو كان الأمر أسوأ من هذا وهو جحد وإنكار لفريضة الزكاة فلا شك أن هذا للأسف الشديد ردة وخروج عن دين الله تبارك وتعالى. وقد رأينا كيف أن الصحابة أجمعوا عليهم رضوان الله تعالى على أبي بكر حين اتخذ قرارا بمقاتلة مانعي الزكاة،
ورأينا أن الصحابة أجمعوا على مشروعية ما فعله أبو بكر رضي الله عنه وهو القائل كما في الصحيحين: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الواجب على ولي الأمر إن كان ولي الأمر يجب الزكاة، واجب على ولي الأمر أن يعزر هذا المانع للزكاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لنأخذنها منه عنوة وشطر ماله. هذا هو الواجب على ولي الأمر، إنه يأخذها منه عنوة وإنه كمان يغرمه ويعزره بشطر ماله فوقها عقوبة وردعا لغيره. والإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله يقول: لو أن أهل قرية اجتمعوا على ترك هذه الشعيرة أو غيرها وجب على الإمام قتالهم وأخذها منهم عنوة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أخونا على الصفحة شيخ كريم على الفيس يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فوائد البنوك في شيوخ قالوا حلال وشيوخ قالوا حرام، يعني نأخذ بأي رأي ولا نأخذ بالأيسر؟ نعم شيخ كريم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، هناك من قالوا حلال وهناك من قالوا حرام، فماذا نفعل؟ نأخذ بالأيسر؟ لا أبدا، في هذه الحالة نأخذ بالأحوط. إيه هو الأحوط؟ الأحوط الترك، يعني ألا ننتفع أو ألا نأخذ هذه الفوائد. وده واضح، واضح جدا في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه ومن أشهر الأحاديث، قال عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. خلينا نحط الفوائد في الأمور المشتبهات دي. وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، قال: فمن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. فالأحوط هو أن تترك، مش نأخذ بالأيسر، نأخذ بالأحوط إذا اشتبهت علينا الأمور. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. الأخت كاتبة لو سمحتوا محتاجة إجابة سؤال أمس، معذرة الفيديو اللي شغال دلوقتي ملوش علاقة بفيديو أمس، فياريت حضرتك تكتبي السؤال عشان أنا قرأت، يعني محتاجة سؤال أمس، فلو كان السؤال موجود كنت سألت السؤال، فبعتي السؤال مرة أخرى. الله يرضى عنك ويحفظك يا رب. نعم، اللهم أصلح حال المسلمين، دعوة على اللهم أمين يا رب العالمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، حكم سماع أناشيد تحفيزية ليس فيها ألفاظ مخلة لكن فيها موسيقى؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أقول لأخينا ولا أختنا السائلة: المباح هو مشروعية أن نستمع إلى أناشيد ليس فيها ألفاظ مخلة ولا معان مخلة، وأن لا يكون فيها أيضا الموسيقى من باب أولى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. سؤال آخر: هل تعد صلاة الضحى من سنن الرواتب اليومية الاثنى عشر ركعة شيخ كريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، هي ليست من السنن الرواتب التي تتبع الفرائض، لأن الرواتب التي تتبع الفرائض غير الضحى وغير صلاة الوتر، مع أن صلاة الوتر وصلاة الضحى من أكثر الصلوات حفاظا عليها من النبي عليه الصلاة والسلام في الحضر وفي السفر على حد سواء. لكن الرواتب سميت رواتب لأنها مرتبطة بالفرائض، فقبل الظهر وبعد الظهر وبعد المغرب وبعد العشاء وقبل صلاة الصبح. لكن الضحى من السنن المؤكدة، وإن لم تسمى بالراتبة شأنها شأن الرواتب التي تتبع الصلوات المفروضة، لكن كان عليه الصلاة والسلام يحافظ عليها في الحضر وفي السفر على حد سواء، وأجرها عظيم وارد في كثير من الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم شيخ كريم، متعكم الله الصحة والعافية. الأخت المتصلة: زوجي فاتح محل ويبدو انه ابنه شاف واحد بيسرق سيارة او بياخد حاجة، لما شهد حصلت مشكلة وإذاء من الانسان ده او من والده والله تعالى اعلى واعلم، وفي تهديد وسبائب وكده. الاخت تقول: يعني احنا لما نشوف حاجة غلط او خطأ ما نتكلمش ونسكت؟ نعم شيخ كريم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، لا طبعا، ردة فعل هذا الرجل السيئة
والمبالغ فيها في إيذاء هذه الأخت وابنها وزوجها لا شك أنها ردة فعل خطأ، وهو سيحاسب عليها أمام الله عز وجل. والألفاظ القبيحة والشتائم وإلى آخره كل هذا حرام، يعني مجموعات من المحرمات ارتكبها الرجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر. فنسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعلى هذا الرجل، وأن يرده للتوبة ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لكن ليس معنى ذلك أن احنا لما نشوف الغلط خاصة حين نستشهد عليه، يعني مش شفنا غلط وإحنا اتكلمنا، ده احنا شفنا غلط وطلبوا شهادتنا فشهدنا. ليه؟ لأنه أنا لو شفت الغلط وتركته، والتاني شاف الغلط وتركه، والعاشر شاف الغلط وتركه، سيكون الغلط هو الأساس، والصواب سيكون شيء عارض وشيء ربما لا يعتاد عليه الناس فيما بعد. والنبي يقول عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إن كان صاحب ولاية، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لكن إن كان هذا الرجل مشهور بالبلطجة والأذية، ربما يكون صاحب فردة في الشارع، ما انت عارف حضرتك ان الشوارع والاحياء والقرى اصبح فيها بودي جاردات يعمل لهم الف حساب، لا حد بيحاسبهم ولا حد بيكلمهم ولا شيء. يا شيخنا، محل عصير في شارع معروف، يعني سبحان الله، لسه من يومين وانا معدي، والله الشاب قام ضرب فتاة، بقول له ايه اللي انت بتعمله؟ بيعكسها، قالت له مش عارف ايه، ام خمسة ستة كده هم بودي جاردات ما تعرفش، واحد منهم قام ضربها قلم. فلما انا يعني حاولت اتكلم معاه، والله نهرني وقال لي خليك في حالك، ويعني كاد ان يمسك فيا، كادوا يفتكوا بك. نعم، ما هو ده للاسف الشديد. نعم. المعتاد، يعني الامن الجنائي في خلل كبير في الشارع المصري. وبالتالي ان كان هذا الرجل صاحب فردة، صاحب بلطجة واذية مشهورة في الشارع، فاتقوا شره. اما ان كان ده رجل يعني ليس صاحب سطو ولا صاحب بلطجة، لكن مجرد واحد طويل اللسان، فإنه يمكن أن تستعينوا ببقية سكان الشارع والعمارة والبيت اللي جنبنا والآخرين والآخرين والآخرين، حتى يرتدع هذا الرجل ويقف عند حده ولا يتعدى عليكم، لأنه لو مرت تعدي عليكم سيعتدي على غيركم وغيركم وغيركم. فاجتمعوا أهل شارع، أهل حارة، أهل حي، ويعني ارضعوا هذا الرجل. هذا إذا لم يكن صاحب سطوة وبلطجة، وله طبعا بوديجردات يأتونهم الأحياء الأخرى، يعني الفتوات يأتونهم الأحياء الأخرى، ما انت عارف بيتنادوا بالتليفون يجيب 70 نفر بالسيوف وبالسنج وبالجنازير والكلام ده كله. فلو هو من النوع ده، لو من النوع ده اتقوا شر، نسأل الله السلام. لكن لو هو مش من النوع ده، انما مجرد واحد طويل اللسان، في بعض الاحيان يقول لك خدهم بالصوت قبل ما ياخدوك، لو هو مجرد واحد طويل اللسان فقط لا غير، يمكن ان يرتدع بكم وبالاستعانة بالله ثم ببقية الجيران. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. الأخت أسألكم الدعاء أن ربنا يكفيها شر هذا المنزل. آمين. نسأل الله عز وجل أن يهديهم وأن يصلح حالهم وأن يرد أذاهم على أنفسهم. آمين. وأن يكف أذاهم عنا وعن المسلمين وعن أختنا وزوجها وأهلها والشارع كله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. من الأسئلة شيخ كريم الواردة: يا شيخ، أنا أعاني من مشاكل مع والدي، لا يحب البنات عندهم لا شيء لهم، يعني ولا يشترون لي ملابس، وظلمني كثيرا، الحظ فرق حظ كبير بيني وبين إخواتي، رغم أني أحبهم كثيرا وهم العكس. يبدو أن السائل أو السائلة عنده مشاكل نفسية مع العائلة. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. طبعا إن كان الأمر كما ذكر في السؤال، يعني الأهل يعني يقصون بعض القسوة على البنت أو على حد من الأبناء دون البقية، فلا شك أن هذا خطأ. والتفرقة بين البنين والبنات من الوالدين خطأ أيضا، والتفرقة بين البنات بعضهن مع بعضهن أيضا من الأخطاء التربوية التي يقع فيها بعض الآباء وبعض الأمهات، وهذا من الظلم والجور. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال في الحديث المشهور حديث النعمان: أكل ولدك أعطيته مثل هذا؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم، أتريدون أن يكون لكم في البر سواء؟ قالوا: نعم. قال: إذن فاتقوا الله واعدلوا بينهم. فده واجب الآباء أنهم يعدلوا في التربية
والمعاملة والنفقة بين أبنائهم بنين كانوا أو بنات، والواجب علينا إحنا كأبناء والبنات أيضا أن يصبروا على ما يجد من أذى الوالدين إن وجد. فالنبي أمرنا في مثل هذه الأمور، قال أدوا الذي عليكم، يعني من حق الآباء والأمهات نؤدي حقهم من البر والإحسان والصلة، أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. وأنا أوصي السائل والسائلة أن تكثر الدعاء لهم بالصلاح والهداية، فلعل هذا إن شاء الله عز وجل يكون دافعا إيجابيا حتى يحسنوا معاملته أو معاملتها، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. حكم قطع الزوج لأهله والزوجة ترفض ذلك وحزينة وخائفة على أولادها من العقوق ومنعها من الكلام في الموضوع، يعني هو دايما يمنعها من الكلام في الموضوع ده. نعم شيخ كريم. موضوع إيه اللي هو قطع؟ هو قطع صلة رحمه، هو صلة رحمه. أي نعم. هي خايفة على أولادها وعلى إنه هم يعني يتعلموا منه ده، ولما تيجي تتكلم بيمنعها تتكلم. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا شك أن هذا طبعا خطأ، لأنه قطع الأرحام من الكبائر كما ورد هذا في القرآن وكما ورد هذا في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبالتالي سيحاسب عليه هذا الزوج القاطع لرحمه، خاصة إذا كان الرحم رحم الدرجة الأولى كالوالدين والإخوة والأخوات على حد سواء. والزوجة محقة أنها تخشى أن ينتقل هذا الميكروب، ميكروب قطع الصلة الأرحام، قطع الأرحام إلى الأبناء. أنت حاولي مع الأبناء جاهدة بينك وبينهم ما استطعت إلى ذلك سبيلا، بعيد عن الزوج اللي هو بيتصدى لها ويمنعها من الحديث في هذا الموضوع، وأنت بين الحين والحين على فترات يعني متباعدة مدام هو صداد في هذا الأمر، ذكري بالله عز وجل، فلعل الله عز وجل إن لم ينفعه اليوم بكلمة ينفعه بكلمة بعد ذلك ولو بعد حين. وبظهر الغيب أكثر الدعاء له بالصلاح والهداية. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. الأخت مهيثم نظرت نظرا إن بنت ابنتها لو تزوجت ستذبح جديا أعزكم الله، ويبدو أنها لم توفي بالنذر، ابنتها تزوجت بالفعل ثم طلقت، ربنا يرزقها الزوج الصالح، فهل له علاقة بعدم الوفاء بالنذر شيخ الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنا أقول لأختنا السائلة الله يسامحك، أمين، لأنه لعل هذا بالفعل من شؤم الأمرين معا، من شؤم النذر المعلق اللي هو النذر المشروط على الله عز وجل. وكل أهل العلم تقريبا يقولون يا جماعة النذر لا يكون مشروطا، يعني لا نقول يا رب لو زوجت البنت أعمل لك كذا، لأن ده اشتراط على الله عز وجل، والاشتراط من العبد على الله لا يجوز، ليس من أدب العبد البخيل مع الرب تبارك وتعالى، ولكن إنما يستخرج به من البخيل. فشؤم النذر المكروه ربما ينعكس على هذا أيضا. الأمر الثاني أنها برضو الله يسامحها لم توفي بنذرها، كان الواجب عليها أن هي توفي بالنذر، ما خلاص أنت أوجبتي على نفسك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من نذر أن يطيع الله، يعني زي اللي أنت عملتيه ده اللي هو الذبح يعني، فليطيعه. فأنت كمان برضو الله يسامحك ما وفتيش بالنذر، كان الواجب أنك تسألي بدري قبل ما يعني يحدث ما حدث، أنك طب أنا نذرت ومش قادر أوفي، كان أهل العلم يقولوا لك لو مش مستطيع الوفاء يمكنك أن تتحللي من النذر بكفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو صيام 3 أيام. لكن لعل هذا بالفعل ما وقع على بنتك بسبب الغلطتين دول، غلطة النذر المشروط وغلطة كمان عدم الوفاء بالنذر. فنسأل الله أن يتوب علينا وعليك، فعليك التوبة والندم والاستغفار وكثرة العمل الصالح، وبقي في ذمتك أيضا الوفاء بالنذر إذا كنت مستطيعة، فالنهاردة ولا بكرة وفي بالنذر لله عز وجل، فلعل الوفاء بالنذر يعني ينعكس إيجابا على وضع البنت إن شاء الله فيما بعد، فترد إلى زوجها أو أن يرزقها الله عز وجل بخير منه. وإذا لم تستطيع الوفاء بالنذر يعني ذبح الذبيحة التي قلتيها، في هذه الحالة يمكنك أن تتحللي يعني تتخلصي من هذا النذر بإطعام 10 مساكين، فإن لم تستطيع الإطعام أيضا فصومي 3 أيام كفارة هذا النذر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أخونا أخذ مكافأة المعاش ووضع المال في بنك بدون فوائد، مش ده السؤال، السؤال هو المبلغ بلغ النصاب لكن في له ديون في عند الآخرين عند الغير ومال معه، يخرج الزكاة مجموع الفلوس اللي معاه والفلوس اللي بره
ولا على المال اللي معاه بس؟ نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لكن قبل إجابة السؤال أنا عاتب على الأخ صاحب الفلوس، الله يهدينا ويهديه ويصلح حالنا وحاله، إنه وضع المال في بنك من غير فائدة. إما أن نضع يا جماعة، إما أن نضع المال في بنك يتعامل بالمعاملات الإسلامية وننتفع بالريع والربح والفوائد التي تأتينا، وإما إذا وضعناه في بنك آخر لا يتعامل المعاملة الإسلامية أيضا نخليه بالفوائد ونأخذ هذه الفوائد ونضعها في مصلحة الفقراء والمساكين والأيتام بدل ما نتركها للبنوك وهي أغنى كثيرا من هؤلاء الفقراء والمساكين. أما إجابة السؤال، نعم إذا بلغ مالك النصاب فالواجب عليك أن تؤدي الزكاة إن شاء الله عند رأس الحول، يعني عند تمام السنة، فتؤدي الزكاة عن الفلوس التي معك الآن وعن الفلوس التي لدى الغير. فلوسك اللي عند الآخرين هي مالك أيضا، فتجمع الجميع الكل يعني وتؤدي الزكاة بواقع 2.5%، يعني عن كل 1000 جنيه 25 جنيها فقط، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. هل يجوز أني أعطي الزكاة والصدقة إلى أخي لشراء سيارة علما أني موظفة وغير متزوجة؟ نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. طبعا لا يجوز يا بنتي، الزكاة والصدقات حق خالص للفقراء والمساكين، وربنا عز وجل حدد مصارف الزكاة في القرآن الكريم، وبالتالي ما ينفعش إن أنا أدي زكاة مالي لأخي ولا لأختي عشان يشتري سيارة، لأن هذا ليس من حقه. أولا الزكاة ليس من أهل الزكاة من ناحية، ثم إنه يعني السيارة دي شيء يعني طرف زائد، سيارة أجرة أو يشتغل حتى عليها. لو كان سيارة أجرة ما هناك ألف سبيل، إنما الزكاة لا تعطى إلا للفقراء والمساكين. هنفترض عندي فقير من أهلي، فقير بمعنى فقير، مش فقير يعني هو أصله هو أخويا بقى ولا أختي وزتنا في دقيقنا، لا ما ينفعش في الزكاة زتنا في دقيقنا ولا حتى في الصدقات زتنا في دقيقنا. لكن هنفترض عندي فقير قريب مني يعني من أقاربي، وعندي فقير زيه تماما بس غريب أو جار، أنهي أولى؟ الأولى القريب طبعا في هذه الحالة إذا استووا في الفقر والحاجة. أما لو عندي فقير غريب وعندي واحد عادي من أهلي بس أنا مش عايز الفلوس تترمي برة عند الغرب دول، يا بقى ما ينفعش في هذه الحالة، لابد أن نعطي الزكاة والصدقة لهؤلاء الفقراء والمساكين، فهم أصحابها وهي حقهم في شرع الله عز وجل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. شيخنا شفاك الله عافاك شيخنا الكريم، السائل أو السائلة تسأل على الصفحة من الأسئلة الواردة، شيء يمنع الوساوس؟ نعم شيخ كريم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هناك أمور كثيرة تمنع الوساوس إن شاء الله، إن عاجلا وإن آجلا. أولا الدعاء لله عز وجل، الإنسان يلهج ويلح على الله في الدعاء أن يشفيه وأن يعافيه من هذه الوساوس، هذا هو الأمر الأول، صدق اللجأ إلى الله بكثرة الدعاء والإلحاح فيه. الأمر الثاني كثرة الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، فإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. الأمر الثالث كثرة الذكر والقرآن الكريم، يعني يقرأ أوراد من القرآن ويقرأ الأذكار المشهورة، في خاصة أذكار الصباح والمساء وأذكار ما قبل النوم وغيرها من الأذكار، فإن ذكر الله عز وجل قاطع تماما للوساوس إن عاجلا وإن آجلا. الأمر الرابع يخص آية الكرسي بكثرة قراءتها ويستحضر فيها نية الاستشفاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صدق على كلام هذا الشيطان الذي قال لأبي هريرة: ألا أعلمك آية من كتاب الله إذا قرأتها لا يقربك شيطان، يعني لا بوساوس ولا بغيرها؟ قال: نعم. قال: آية الكرسي. فلما سيدنا أبو هريرة أخبر النبي بهذا الخبر عليه الصلاة والسلام قال له: صدقك، وهو كذوب. حتى إنه ورد في بعض الروايات إنه من قرأها إذا أصبح لا يقربه شيطان حتى يمسي، ومن قرأها إذا أمسى لا يقربه شيطان حتى يصبح، ومن قرأها عند النوم لم يزل عليه من الله حافظ، يعني حارس. هذه هي الأمور. إذا بقي شيء من الوساوس بعد ذلك فلا بد من الاستعانة بالطبيب المختص، طبيب النفسية والعصبية، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. من الأسئلة الواردة أيضا: كيف أصلي الفجر بعد موعده وهل له سنة؟ أرجو الرد. طبعا نحن لا ندعو إلى صلاة الفجر بعد موعدها، ولكن لو استيقظ بعد موعد الصلاة
يصلي السنة الأول ولا يصلي الفريضة الأول شيخي؟ نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وطبعا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر المواقيت قال ووقت الفجر من طلوع الفجر حتى تطلع الشمس، هذا وقت الاستحباب. لكن افرض أنه الإنسان استيقظ بعد طلوع الشمس، هل معنى ذلك أنه قد خرج وقت صلاة الصبح فلا تجوز؟ أبدا، إنما بقي بقية وقتها وهو ما يعرف عند أهل العلم بوقت الإجزاء، ألا وهو أن يصليها حتى ولو بعد الشروق إلى ما قبل صلاة الظهر، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام وأهل العلم متفقون على هذا، أنه من أدرك من الصلاة ركعة قبل دخول الوقت الثاني عليها فإنه قد أدرك الصلاة، يعني في وقت الإجزاء. قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وده حديث أبي هريرة في الصحيح، وبالتالي يصليها حتى لو بعد طلوع الشمس. لكن أصلي السنة وبعدين الفرض، ولا أصلي الفرض وبلاش السنة، ولا أصلي الفرض وأصلي بعده السنة؟ لا خلاص، إحنا صحينا بعد شروق الشمس، بخلي الأمور منتظمة ومرتبة، صلي السنة أولا وبعدين صلي الفريضة بعدها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. عليه الصلاة والسلام. أم هبة وما حدث لها من الشركة التي يعني كانت مسؤولة عن الحج لها في هذا العام، وخلف الوعود وخمس تلاف وبعدين تسعة تلاف وكل الاتفاقات هناك مش موجودة، ماذا نقول شيخي كريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. طبعا نقول إنه هذا الرجل هدانا وهداه الله عز وجل، لا شك أنه أخطأ لأنه خالف وعده معهم أكثر من مرة، يعني أخذ منهم الفلوس أول مرة ثم خالف وعده وطلب منهم 5000 مرة أخرى قبل السفر بأسبوع، فاضطروا مساكين إنهم يجمعوا الفلوس من هنا ومن هنا وأعطوه 5000. جاء خلف الوعد مرة ثانية وقبل السفر بيوم أو يومين طلب 9000 مرة أخرى، فمساكين ليس معنا شيء، ده انت حتى خدت الفلوس اللي هنصرفها هناك، ثم في مقابل هذا لم يجدوا شيئا من الخدمات، اللهم إلا إيه وسيلة النقل فقط، لكن لا خيام في عرفات ولا نزول في مزدلفة، والله أعلم إلا حصل في منى وفي مكة أيضا. وبالتالي هذا الرجل أخطأ مجموعة من الأخطاء وأخلف وعده مرات ومرات، فنسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليه. وإن كانت هذه المبالغ التي حصلها منهم ليست مبالغ لازمة للسفر بالفعل مع الوسيط السعودي، ففي هذه الحالة هو أكل مال هؤلاء بالحرام والعياذ بالله، استحل منه 5000 وبعدين طلب 9000. فإن كنت دفعت 5 فاستعوذوا الله عز وجل فيه، وإن كنتم لم تدفعوا 9 فأنا شخصيا أرى لو أنكم لم تدفعوها نكاية في خلفه للوعد من ناحية، ولأنكم لم تجدوا في مقابلها أي خدمات تذكر لا في عرفات ولا في مزدلفة ولا في غيرها، فلا بأس عليكم ولا شيء عليكم، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الحج والعمرة وسائر الأعمال الصالحة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. يا شيخ أنا من اليمن، أمانة ادعو لأهل اليمن وللمسلمين جميعا شيخ كريم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نسأل الله عز وجل أن يفرج عن إخواننا في اليمن، وأن يفرج عن إخواننا في سوريا، وأن يفرج عن إخواننا في ليبيا، وأن ينفس كروبهم وأن يفرج همومهم. آمين. وأن يرد عنهم الأذى والكيد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يردهم إلى الإسلام وإلى العروبة، وأن يردهم سالمين غانمين معافين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبكم في الله، أحبك الذي أحببتنا فيه. لا دي أخت. أنا أم أسامة من المغرب، أطلب من شيخنا أن يدعو لأبنائنا أسامة ونهيلة محمد أن ييسر أمورهم وينجحهم في حياتهم وكل المسلمين شيخ. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. حي الله إخواننا أهل المغرب، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياهم على الإسلام والتوحيد والسنة، ونسأله تعالى أن يصلح حال أبنائنا وأبنائهم وبناتنا وبناتهم، وأن يوفق وينجح أبناءنا وأبنائهم وبناتنا وبناتهم بصفة عامة وبصفة خاصة الابن أسامة والابنة نهيلة. نسأل الله أن يثبتهم وأن يربط على قلوبهم وأن يصلح حالهم وأن يوفقهم وأن ينجحهم وأن يجعلهم عدة للإسلام والمسلمين،
إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. يا شيخ، ما حكم الأولاد لا يأتون لزيارة أو لزيارة الأم، لا يأتون لزيارة الأم بعد وفاة الأب؟ ربنا يهدهم لك، آمين يا رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، لا شك أنهم مخطئون، لأنهم يعني قصروا في بر أمهم وقصروا في صلة أمهم. طيب، من للأم بعد وفاة زوجها إذا لم يكن أبناؤها حولها في الليل قبل النهار وفي النهار قبل الليل؟ فمن لهذه الأم المسكينة؟ من يؤانسها ومن يقوم على شأنها ومن ينفق عليها إلا هؤلاء الأبناء؟ فأنت أيتها الأم المسكينة اسأل الله عز وجل لهم الصلاح والهدى، واسأليه تعالى أن يحنن قلوبهم عليك وأن يردهم إليك بارين غير عاقين، وكل أمرك وأمرهم إلى الله عز وجل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. الزوجة طلبت الطلاق لأن الزوج يعني نسأل الله العفو والعافية يشرب المخدرات ويفعل الفحشاء، وقال لها أنت قاعدة هنا عشان للأولاد وبس، تنجبين الأولاد، وخرجها من البيت، ونسأل الله العفو والعافية ظلما. ما حكم الدين في هذا شيخ؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، إذا كان السؤال كما ورد الأمر كما ورد في السؤال، فلا شك أن هذا زوج مخطئ طبعا، وأنه للأسف الشديد ظلمها وقهرها، فضلا عن عصيانه لربه تبارك وتعالى بارتكاب هذه الفواحش والمنكرات والكبائر من المخدرات والفواحش وغير ذلك. نسأل الله أن يتوب علينا وعليه، وأن يسترنا وأن يستره في الدنيا والآخرة. أما الزوجة المسكينة المقهورة المظلومة فلا بأس عليها حينئذ، والحال حال الزوج كما وصفت، لا بأس أن تطلب الطلاق للضرر، والطلاق للضرر يحفظ للمرأة كافة حقوقها. إذا جت الحقوق بالطرق الودية فأهلا وسهلا على العين والرأس، وإذا لم تأتي بالطريق الودي والعرفي فالجئي إلى المحكمة المختصة تحفظ لك حقوقك، ولا لوم عليك في هذا الحال، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. علاج الفطور والكسل في الطاعة. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أولا اللهج بالدعاء لله عز وجل بصلاح الحال والهداية وزيادة الإيمان واليقين، هذا أولا. الأمر الثاني البحث الفوري عن صحبة صالحة طيبة تعين الإنسان منا إذا فطر، وتعلمه إذا جهل، وتنبهه إذا غفل، وتذكره إذا نسي. الأمر الثالث أن يحاول الإنسان جاهدا أنه يأتي بعض الطاعات رويدا رويدا بدءا من الفرائض، فيحافظ على الفرائض قدر المستطاع ويقوي عزمه على أن يؤدي الفرائض في أوقاتها، وإذا استطاع أن يأتي ببعض السنن الملحقة بالفرائض فهذا مما يزداد به الإيمان ومما يتحرك به اليقين في نفس الإنسان. فإن الإيمان كما هو معلوم عند السلف وعند أهل السنة والجماعة يزيد بالطاعة ويضعف أو ينزل أو يقل بالمعصية، وبالتالي أيضا من الوسائل مع الثلاثة التي ذكرتها هو الإنسان يبتعد قدر ما يستطيع عن المعاصي خاصة كبائر الذنوب. إذا فعل هذه الأمور إن شاء الله عز وجل يعود قوي الإيمان مرة أخرى. وهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. من الأسئلة الواردة، نعم شيخ الكريم، هو الخنق والغلا ده غضب من ربنا علينا؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، ليس بالضرورة أن يكون غضب من الله تبارك وتعالى، لكن على العموم القاعدة عند أهل العلم كما قالها الإمام علي رضي الله عنه، قال: ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. والله عز وجل قص علينا في القرآن قصص كثير من الأمم لما عصوا أنزل الله عز وجل عليهم مثل هذه البلاءات والابتلاءات. قال الله عز وجل: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. والله عز وجل حدثنا عن قوم سبأ: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. قال: فأعرضوا، أعرضوا عن شكر نعمة الله عز وجل وعن استعمال النعمة في مرضات المنعم تبارك وتعالى. قال: فأعرضوا
فأرسلنا عليهم العقوبات سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. الكفران هنا كفران النعمة والعياذ بالله. فربما تكون هذه الأمور بالفعل من آثار ذنوبنا ومعاصينا. والله تعالى يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا كلام الله عز وجل. طب ما هو المخرج؟ المخرج كما قال الله عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. الأسئلة كثيرة على الصفحة، هي أكثر من صفحة، أسأل الله عز وجل القبول. وطبعا أخذنا اتصالات قليلة لكن في كل خير، أسأل الله عز وجل أن يتقبل. فضيل الشيخ شعبان درويش متعكم الله بالصحة والعافية، بارك الله ونفعنا الله بعلمكم، اللهم أمين يا رب العالمين. الليلة إن شاء الله تعالى في 11 مساء بتوقيت القاهرة مع الدكتور متولي البراجيلي وبرنامج أهل الذكر. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.